ما عرفش الفرحة دي يشعر انتم اللي في الحقيقة احنا واركين عبد المنجم احتفال اليوم غرفة وبلدية الله يلا جيت عندكم انتم الاولين بسم بالله لان شنو نقول لكم عندكم عزة خاصة مضافة ديالنا الغرفة و السيد الرئيس يبلغ لكم التهاني السيد حسين وكذلك السيد بوكيلي تقدم لكم التهاني وجئت نيابة عنهم ووعدكم مبروك كمال رعيدي عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة رباط سلا قنيطرة كذلك رئيس لجنة الخدمات المحلية بالقنيطرة بمناسبة هذا اليوم العالمي وخاصة النساء اليوم العالمي للمرأة قامت جمعية موظفي وموظفات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتنظيم هذا الحفل وبصفتنا أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات نقدم لهم أحر التهاني وبالعمر الطويل إن شاء الله ومزيدا من التألق الممون هدى إطار بغرفة التجارة والصناعة ملحقة القنيطرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس كنهني جميع نساء العالم وكنهني الموظفات اللي معايا الزميلات اللي معايا وما أنني أنا مكلفة بقسم الدعم للمقاولة كنهني جميع نساء المقاولات وكنتمنى لهم يعني مستقبل زاهر في المسؤولية اللي عندهم وحنا كذلك كنتمنى ونكونوا قد المسؤولية اللي على عاتقنا وكنشكروا السيد الرئيس وأعضاء المكتب وجميع الأعضاء المنتخبين اللي كيدعمونا وما كيبخلوش علينا بالاهتمام ومن في إطار هذا الاهتمام هو هذه الالتفاتة ديالهم دابا كنشكرهم بزاف وكنتمنوا منهم يساعدونا مدام القليدي حفيظة مديرة بالنيابة لغرفة التجارة والصناعة لجهة الرباط سلا قنيطرة ملحقة القنيطرة اولا كنشكركم على هذه الالتفاته وحنا اليوم كنحتفلوا بهذا اليوم العالمي للمراه جمعيه ديالنا جمعيه الصفاء هذا نظمنا هذا اليوم نظمنا اليوم هذا الاحتفال هذا اليوم العالمي للمراه اللي هو يوم كتحتفل به العالم كامل وحنا كنتمنوا للنساء العالم كامل التوفيق والاستمراريه في العمل والوصول ان شاء الله لاعلى المراتب وكنشكروا السيد الرئيس ديالنا والاعضاء كاملين المكتب والاعضاء اللي فكروا فينا في هذا اليوم ولحقوا علينا المحل ديال الاحتفال وهداونا ورود بهذه المناسبه وحنا كنشكرهم بزاف وكنتمنوا على الله يزيدوا يساندونا باش نقوموا بالعمل ديالنا على اكمل وجه.